انما الاهم بقى مين الشركات اللي هينافسوها الملعب. في شركه اسمها كريم وشركه اسمها اوبر تقريبا. فنعمل ايه بقى؟ نخنق الشركتين دول. ففي 2018 البرلمان اقر ضريبه او رسوم اضافيه اهي بنسبه 25% على شركه اوبر وكريم. نطفشهم البلد، نفرض عليهم ضرائب يطفشوا من البلد. في 2000 في مايو 2019 الحكومه بتدرس فرض ضريبه جديده على اوبر وكريم 5 جنيه اهو، اللي هو يعني ايه؟ بص اللي الكبار دول الاثنين ماسكين البلد، احنا نخش خنقهم طفشهم الشغل في البلد. ليه بقى؟ لانهم كانت المخابرات طلبت من اوبر وكريم انها تجيب لها بيانات العملاء. ما انت بتعمل ابلكيشن، وحضراتكم عارفين القصه اكتر مني، بتنزل بقى بياناتك على ابلكيشن كده وتعمل اشتراك وتبقى كل بياناتك عليه. ده غير كده بتعرف خط سيرك رايح لمين وجاي لمين والقصه دي. فالمخابرات المصريه حاولت تدخل على اوبر وكريم تاخد منهم البيانات بتاع العملاء، بيانات كامله، وبيروحوا فين وبيجوا منين. تمام، بقول لك عسس عسس زي زمان ايام المماليك. كانت النتيجه ان اوبر وكريم رفضوا. ده اللي نشرته نيويورك تايمز، مش احنا اللي بنقول اهو، نيويورك تايمز. المخابرات المصريه طلبت من اوبر وكريم بيانات عملائها. هي كانت بتسعى اوبر للتوسع في مصر اكثر الاسواق التنافسيه في خدمه التوصل. يواجه مدراء التنفيذين مطلبا مقلقا من الوزراء المصريين، وهو هل يمكنهم توفير وصول الى بيانات العملاء والسائقين بالشركه من خلال برنامج اسمه هافن تقريبا. ويشير مستر هافن الذي تستخدمه اوبر الى برنامج داخلي تستخدمه يزودها ببيانات حيه عن العملاء والسائقين والرحلات. وفي حقيقه الامر يتتبع البرنامج اي رحله لاوبر عبر خريطه رقميه ضخمه. رفضت اوبر المطلب المصري، لكن كريم المنافس بتاعها والذي تتخذ من دبي مقر وتعمل في 55 مدينة لديها برنامج تتبع مشابه يخدم 3 مليون مصري حسب 3 مديرين تنفيذيين في الشركة. وفي اجتماع مع مش عارف ايه الرئيس التنفيذي لكريم، عرضت المخابرات المصرية معاملة ممتازة في مقابل الوصول لبيانات السائقين والعملاء بالشركة. تقول كريم أن المقترح لم يؤخذ به، لكنه كشف عن نوايا الحكومة المصرية والتي ربما قريبا تصبح قانونا سواء بموافقة أو دون موافقة كريم وأوبر. فرفضت الشركة. دلوقتي شركة ديبسي دي، ولا اسمها ديبسي؟ الشركة دي بقى حضرتك هتسجل فيها بياناتك كلها عند المخابرات المصرية، مشاويرك كلها عند المخابرات المصرية، رحت فين جيت منين عندهم، عند الأمن المصري بجدارة. فأصبح كل حاجة أنت بتعملها في مشاويرك طالما اشتركت على ديبسي دي بقت عندهم، بياناتك ببطاقتك بكله. والله أعلم هيحتاجوها إمتى وفين.